السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي الجمال المغربي. أتمنى تشاركون بقناتي وتقومون بتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. على بركة الله نبدأ معكم وصفة اليوم اللي هي وصفة تساقط الشعر. هذه الوصفة كتير مفيدة اللي عنده تساقط الشعر والقشرة المزعجة. على بركة الله نبدأ معكم المكونات. المكون الأول عين الجمل. عين الجمل أو ما يسمى بالمغربية القرقع، أخذته وطحنته، راح نسويه في الوصفة. هذا هو قشور القرقع أو الجوز أو عين الجمل، فهو يمنع ظهور الشيب نهائيا، كما أنه يغذي الشعر ويحافظ على فروة الرأس من القشرة ومن الدهون. عندنا كذلك زريعة البصل المعروفة قديم في قديم الزمان أنها تقوم بتنبيت الشعر، فأنا طحنتها وصارت بودر. عندنا كذلك عشبة الحرمل المعروفة أنها تمنع تساقط الشعر، فهي كذلك كانت تستعمل قديما توضع مع زيت الزيتون. وعندنا المكون الرابع الشامبون. عندي هذا النوع، كل واحد يستعمل النوع اللي عنده. على بركة الله ننتقل لمرحلة التحضير. نحضر إناء ونسكب فيه الشامبو. وعندما نريد أن نستعمل الشامبو لازم أن نحرك القنينة جيدا، وها هو صار الشامبو جاهز.